الجزائر تفتخر اليوم بتنصيب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات ذات المعطيات الشخصية، لأنها تأتي هذه العملية استكمالا لعملية البناء المؤسسات التي شرع فيها السيد رئيس الجمهورية منذ انتخابه على رأس البلاد في ديسمبر 2019، وأعتقد أن هذه آخر لبنة في لبنات هذا البناء المؤسساتي، ونفتخر أيضا لأنها تأتي تدعيما أو في إطار انخراط الجزائر في كل المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. حماية الحق في الخصوصية صار أكثر من مهم في العقود الأخيرة، خاصة مع تطور وسائل الإعلام والاتصال بشكل متسارع والتحول الرقمي غير المسبوق، الأمر الذي نتج عنه تزايداً في معالجة بيانات الأشخاص، وهذا ما تبعه بروز العديد من الانتهاكات التي صارت مواجهتها تستوجب توفير إطار قانوني ملائم لتنظيم المعالجة. إن للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي نشهد مراسم تنصيبها اليوم دور هام في تكريس هذه الحماية وتعزيزها وتدعيماً أكبر للحقوق والحريات الأساسية للمواطن، وهو ما يعتبر بحق تجسيداً لتعهدات السيد رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات، وخطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية.